الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
شباب آخر برنامج صاروا يتهاونون في الصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. صاروا يتأخرون. ما يصلح. نسأل الله الصلاح للجميع. والله بخير جميعا، وش حالكم؟ الله يقدرنا ان شاء الله، يسر امورنا ويعذرونا، وهدنا كنا محضرين، لكن في قصه جميله وفيها ابيات ممتازه نقولها لكم. كان في رجل بر بامه، وقديما كان هو يطلب العلم، والمسافات اللي يقطعونها اول مو مثل الان، ما فيه شو اسمه سرعه التواصل، يعني سيارات طيارات ما في على ركايب،
والرحلة شهر شهرين، هو رحنا من الوادي إلى مكة ومن مكة إلى العراق، وكان التواصل عن طريق الخط ترسل رسائل، والرسائل تأخر لين تصلها وتسأل وش علومك يا ولدي وش أخبارك، في رد عليها كذلك كان أطول عليها، وقامت تعاتبه فقرأ ذيك الرسالة وتأثر. ركز معي فيصل جعلني أمسك وعدك، فيها أبيات وفيها فيها قصيدة جميلة، فأنشد هذه القصيدة حاضت بها قريحته، فقال جزى الوالدة عني بحسن الجزاء، بالجنة الخضرة يعظم ثوابها، جتني رسالتها بخط قريته وفجر الدمع من عيني وحل البكابها، لفتني وانا على جناح الفراش مسخن وازداد حر الكبد من حر مابها، فيا مرحبا به عد ما ناض بارق وعد ما هل وابل سحابها، وعد نجوم الليل في خدر سدجة وعداد ما ينبت بعالي ترابها، اني على لو ماكم نلبع دواله كما ياله العطشان بارد شرابها، واني مطيع طايع اللت وخادم وخدي نعال اللت بعالي ترابها، فوالله من بعدكم ما تلذذتنا بالهنا وعلى نفسي كل يوم حسابها، لما قعدي عنكم هذا بشهوة ولا رغبة في ديت ولا ولابها، لكن ايش يقول لكم في طلب الرزق من عند واحد، فلو ان طلب الرزق يأتي بها الحرص غدت بها صقور في مواكر رضابها، لكن طلب الرزق من عند واحد يدبر أمور الغيب ما يندرابها، أخطل الجعيري والحصيني ومنبعه وغدابه من بدل مواشي ذيابها، من خوفتي يشمت منها كل حاسد يحتسي ومسألة القدر مدرابها. إلا القصيدة طويلة لنهايتها هذا، وإن شاء الله توزع رضاكم وسلامتكم، وسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن الله يسر أمورنا وأموركم ويبارك لنا في حلالنا ومالنا وعيالنا ويعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، حفظكم الله. آمين آمين يا رب يا كريم، إن شاء الله حاسر رضاكم.